بالتالي عندما نجد أن رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات لا يستطيع الوصول إلى الأهالي الذي وعد بزيارتهم في سنجار، لأن هناك فصيلا من خارج العراق أجنبي يتحكم بقطاع عراقي، وبالتالي رئيس الوزراء غير قادر على إعادة نازحي جرف الصقر، ولا يستطيع الوصول إلى حتى هذه المنطقة. بل بالعكس، ما حدث في الاستيلاء على أراضي البعيثة واشتباكات ميليشيات حزب الله وجرح عدد من الشرطة الاتحادية وعدم قدرته على تسوية واعتقال وفرض إرادة القانون يشكل حقيقة ناقوس خطر في قبل الأيام على حكومة السودان. كل لكن هذه دكتور، كل هذه النقاط اللي تتحدث عنها هي تخضع الآن لورقة ضمنت في المنهاج الحكومي ويتم التعامل معها على أنها جزء من اتفاق سياسي. يعني دعنا من الاتفاق السياسي الذي دائما ينقلبون عليه، الإطار التنسيقي انقلب على الاتفاق السياسي، وبرأيي بشكل واضح وصريح الإطار التنسيقي غدر بهذا الاتفاق، هذا هو العبارة الدقيقة السياسية، وبالتالي لن يحصل على تنفيذ الاتفاق السياسي أي من الكتل الكردية أو الكتل المحسوبة على المكون السني. هذه يعني فليضعوها جدارا وسجلها علي بعد 3 أو 4 أشهر، اسأل في برنامج جديد هل طبق هذا البرنامج او الاتفاق السياسي. هؤلاء يعيشون ازمات متكرره للوصول الى اهداف معينه، ليسوا معنيين بالايفاء بعهودهم. هم غدوا بالتيار الصدري، هل تريد منهم ان يوفون بتطلعات تشكيل الحكومه؟ هم شكلوا من غدر في الحكومه ولا التيار الصدري دكتور؟ هو التيار قرر الانسحاب. لا لا، التيار الصدري لو لم يكن هناك ضغوط كبيرة تصل إلى القتال المسلح وتصفيته وتهديدات إيرانية لم ينسحب التيار الصدري بهذه السهولة. وبالتالي ما يحدث الآن من عمليات مرة ثانية تكرير بعض النماذج لتهيئة الشارع لتصفيته، وهذا ما يعود بنا إلى تسريبات المالكي حول هذه القضية.